والله والله كلنا عارفه ما بصيتش على سبب، يعني قلت كل سبب اسباب من عند ربنا، اكيد من عند ربنا سبب كويس يعني. لكن ما فيش سبب طبي، سبب علمي؟ والله ممكن سبب نكون عم حليم نزف كل دم، وطبعا هو توفى غريب، غريب ومبطون، فدي من صفات الشهداء. وكمان اكيد نزف كل دم، والدم هو اللي بيبقى فيه البكتيريا، ممكن لو انا عايز افسرها تفسير يعني، يعني مثلا. انما هو راجل كمان انسان قوي وخير جدا وحاجه كويسه يعني، مش عايزه اعديها اكبر من حجمها ولا اقل من حجمها، بس ان انا اتبسطت ان انا شفته كده وخلاص. بالظبط، وزي ما حضرتك كده اتبسطت، واحنا انا ممكن اكون نفسي يعني اتبسطت، احط نفسي مكانكم، احس ان هي حاجه فعلا حلوه، مع ان انا ممكن مش عارف ابعادها. ايوه صح، لكن بحس ان هي حاجه ممكن ترضي البني ادم او تطبطب عليه شويه يعني، للشخص اللي فارقه للحياه. لكن في ناس برضو شافت الموضوع ده بقى من جانب اخر، شافت ان دي ممكن تبقى شيء مبالغ فيه، ان ده ممكن يكون شيء مش حقيقي، او انتوا ليه يعني بتفتحوا او بتشوفوا او حاجات زي كده يعني. شايف حضرتك رد الفعل ده ايه، ورد فعل حضرتك كان ايه عليه يعني؟ هو الحقيقه احنا ما فتحناش مش عشان نشوفه، احنا فتحنا عشان كان في ميه في الشارع الرحمه كله، كان كل الناس جثث طافي على وش الميه من المقابر، فاحنا فتحنا لقينا في نشا صغير في الطرقه، فروحنا دار الافتاء خدنا منهم ازاي نفتح الترب جوه، وجبنا معانا امام المسجد الدندره، وجبنا لجنه تخريج ذكرى عبد الحليم الترابيه، وهم اللي فحتوا، وجبنا شيء قانوني وشرعي، وكشاف 4 كيلو اللي هو بتاع التصوير، ونزلنا وما كانتش يعرف ان كان هنلاقي كده يعني. قالوا الله اكبر، ليه في هنا قاعدين نقرا قران فوق، لازم تنزل تشوف عمك، انزل تشوف عمي ازاي ده يعني، ده انا والدي دفن جنبه الوحيد مثلا سنه 90 وكده، وانا ما كنت في الكليه وما شفتش حاجه خالص، فزقوني كده، هو بصيت لقيت كده، وانا ما اتكلمتش على فكره، اللي اتكلم كان عبد العليم الله يرحمه، اللي هو رئيس لجنه تخريج ذكرى عبد الحليم، وانا عشان الشهاده الحق قالوا لو حاجه كويسه قولوا في المجمع الاسلامي، قال لو حاجه وحشه ما تقولوش، فدي حاجه كانت كويسه، فصدقته، لانه الناس هتكذبه ليه؟ ما هو ده شاف حاجه والله بقى تفسيرها عند الله سبحانه وتعالى، مش عند حد. اخيرا كده استاذ محمد، يعني الوقت للاسف يعني جري، واحنا استمتعنا جدا بوجود حضرتك معانا، هل كان العندليب ليه وصيه معينه قبل ما يتوفى ليكم؟ طبعا كان دي وصيه، انه عايز دايما معجبين ويزوروه في بيته، وان اي معجب من المعجبين يعني نتعامل معاه بطريقه كويسه، ان فنه يفضل دايما يعني نحافظ عليه، ويعني في ابهى صوره. ووصى ان انا يعني خلوا بالهم مني عشان انا هسيب اسم شبانه وحاجات كده يعني. هو كان وصياته كلها شفهيه كده، ومحبه لاسرته ولاخواته يعني، عاشوا كلهم كده حلقه واحده، وتوفوا كلهم برضو على حب على قلب واحد. والله خلاص استاذ محمد، يعني حضرتك نورتنا وشرفتنا، استمتعنا جدا بكلامنا يعني مع حضرتك طبعا عن العندليب الاصمعي عبد الحليم حافظ، ويعني الف رحمه ونور عليه، ونتمنى